أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتلاقوا في الحصة، في حصة أخرى من حصص تعلم اللغة الفرنسية بطريقة مبسطة. رايحين نشوفوا الحرف اللي شفناه المرة اللي فاتت، باش ما يكونش الفيديو طويل، يعني ارتأيت أني ندير هذا الحرف في حصتين. رايحين نعاودوا نشوفوا مراجعة قصيرة اللي هو حرف الإكس. إكس إكس والإكس ما جوسكول. إذا هنا تكلمنا عليه وقلنا بلي هذا حرف من الحروف الأخيرة نتاع الألفابي تاع الفرنسية، وقلنا بلي عنده عدة حالات تاع النطق. إذا عندنا إكس ينطق، في المرة اللي فاتت قلت لكم ينطق كسو، نعطيكم كيما تاكسي، ينطق كزو كيما اكزامان، وينطق س كيما سيس ولا ديس. كاين حالة أخرى اللي هي هنا لا ينطق، ما ننطقو لا كسو ولا كزو ولا س، اللي هي في حالة ما يكون في آخر كلمة كيما أغو أغو، هنا لا ينطق. بعض المرات يكون في جوايو تاني كيما جوايو تاني نفس الشيء، وبعض المرات من يكون عندنا الجمع طوغو طوغو طوغو، نعاودها لكم الجمع تاعها هو نكتبوها، نعاود نفضل نعاود نكتبها باش تفهموا احسن. اذا الحاله الاخيره اللي درتها في الفيديو هذا الثاني، عندما يكون الاكس لا ينطق عندنا كيما اورو اورو، هنا لا ينطق في اخر كلمه ما ننطقوش. ولو ان المره اللي فاتت شفنا كيما اندكس اندكس نطقناها، ولكن هنا علاش؟ لان كاين كي يكون هذا ولا هذا او الاكس لا تنطق. كاين حاله اخرى اللي هي او، من يكون الاو ولا الاو لو غران او ولا لو مويان او، هنا لا تنطق. نعطيكم امثله، هنا كيما اورو كي كاين او ما ننطقوش الاكس. نعطيكم امثله اخرى، نقولوا فو ان فو ان سوي فو ان فو، وكي نديروا الجمع نديروا اكس فو. نعطيكم تاني مثال بالاو، مثلا ان ايتو ان ايتو ايتو واحد، شوف هنا لو مويان او، اذا الجمع تاعه هما ايتو بالاكس، ولكن الاكس لا تنطق. نعطيكم كذلك، نقولوا وازو وازو ان وازو واحد ان وازو، سي لو سينغولييه المفرد، من بعد ندير لو سينغولييه بلوريال، نعلمكم لو فيمينان لو ماسكولان. اذا هنا بصح كي يكونوا بزاف الجمع نديرو دي زوا زو باش نزيدو اكس. علاش؟ خاطر عندنا لو غران او. اذا نعاودو، لما يكون الاكس جاي من بعد الاو والاو لا ينطق، مور هذه وهذه هنا ما ننطقوهش. وعندنا من يكون مور الاو مويان والاو لو غران او لا ينطق، الاكس هنا لا تنطق. اذا قلنا يا اما الاكس ننطقوه كسو كيما تاكسي اكس بوكس، يا اما يكون كزو كيما اكزرسيس اكزامان اكزوتيك، ولا سو كيما ديس سيس. هادو هنا حتى ولو كاين اكس ولكن ما ننطقوش، ما نقولوش ديكس، نقولو ديس. واخر حاله اللي هي من يكون بعد الاو والاو، هنا لا ينطق، تولي لتر موت. اذا هذا بالنسبه للاكس. نروحوا اليوم لاصوات اخرى. المره اللي فاتت درنا ان ان ان،
اليوم رايحين نخدمو عندنا هذه الاولى، هذا وحدها سي ا، ولكن لما نزيد لها اي تولي اي، تولي اي. كاين اي واحده اخرى ثاني اي، هذه كذلك اي. كاين واحده اخرى زد اي، كاين واحده اخرى اي، وكاين او تي ثاني اي. هنا شوفوا، شوفوا شحال الاي كاين. اذا من يكون ا اي سي اي، من يكون او اي سي اي، كي يكون او زد اي، او ار اي، والاو والتو اي. نعطيكم امثله، نعطيكم امثله. قولوا لو موا دو مي، لو موا دو مي، مي. ها هنا قريناها مي، ما قريناهاش ما اي ولا لا، قريناها مي. عندنا فوري، ولو ان عندنا نديرو الاي اكسون ولا اي مباشره اي. كاين هذه اي وكاين اخرى اي. هذا سي تان فيرب، هذا فعل، وهذه اداه ربط وا باللغه العربيه اي، وهذه اي، هذه ثاني اي. دونك هذه اي وهذه اي. كاين ثاني غي تشوسي، غي ولا لو ني مثلا، ني ني، هذه ثاني او زد ني. كاين ثاني بالاو والغو، بوشي بوشي، بولونجي بوشي، هذا ثاني او والغو، او والغو. دونك نعاودو مع بعض، نعاودو مع بعض، نشوفو شهما لي صون لي ننطقوهم. اي قلنا ا اي، هذه اي عندنا، اي عندنا، اي عندنا، اي وعندنا اي. اذا نكتبو كتابة الكراس اي، اي 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 وال او تي. اذا هذا بالنسبه للاي. دونك نعاودو اي 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 اي. نروحو لواحد الصون واحد اخر، صون واحد اخر اللي هو صون نيو، نيو. نسمعو نقولو مثلا مونتانيو، ش ا فينيو، أغنيي. ماما كيفاش نكتب هذا نيو؟ نيو هو حرف الجي مع النو، اللي ينقرا على شكل نيو، ينقرا على شكل نيو. هاد الإكغيك من بعد نديروها بإذن الله. دونك هذا نيو، كي نقولو له نعاودو مع بعض نيو نيو. نعطيكم أمثلة كيفاش نكتبوه قبل، قبل كل شيء كيفاش نكتبوه. نعاودو نشوفو كي نكتبوه. عندنا هكذا، ما تنساوش بلي فيه الجي اللي تدي، قلنا خط من الفوق وخطين من التحت. اذا باش نكتبه نيو، ها وندير الجي ها نهودها ونلصق معها وتولي نيو، لو صون نيو. نعطيكم امثله على هذا الصون نيو. مثلا نقولو في 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 نيو، في نيو. هنا كاين غير او، كي تسمعوا كلمه هذا النطق تاع نيو تاكدوا بلي كاين هذه نيو، هذه هي نيو، في نيو. نعطيكم مثال واحد اخر، مو مو تا نيو. راني متاكد بلي كاين هذا هذا الصوت. نكتبها كتابه الكراس، مونتا نيو. اذا هذا مونتا نيو. نروحو لكلمه اخرى شويه ماهيش اصعب، ولكن لازم
تسمع انه فيها كثير اللي هي مثلا نكتبوا انيو انيو. كيفاش نكتبها؟ ا ن نيو. غادي نقول نيو، نكتب ن ونزيد لو غران او. انيو انيو انيو. كاين كلمه اخرى ثاني دائما دائما لازم هذا قلنا هو نيو، نقولوا ا غي ني هاني هاني درنا نيو ا غي هذا درنا اليوم ني ا غي ني اللي هي العنكبوت ا غي ني. نعطيكم مثال اخر، شام شام درنا ش، انا كتبت ش ش الاولى. درنا الام شام بي نيون شامبيني نيو هيا، ونزيد الاو شامبينيون شامبينيون. كيفاش نكتبها الكتابه تاع الكراس؟ شام بي نيون شامبينيون. اذا نعاودوا نديروا مراجعه، قلنا اليوم شفنا عاود شفنا الاكس في حالتها الاربعه، مي تنطق كس كز س ولا تنطق، عندها اربع حالات. وشفنا اذا الاكس الاكس، شفنا الاي الاي توجور اي اي اي، وشفنا لو سون نيو لو سون نيو. اذا عاودوا راجعوهم وحاولوا باش تلصقوا مع بعض وديروا لو مونتاج، يعني سيلابيك خاطر خلاص تعودنا على المونتاج سيلابيك. النيو مع دونك نيا ني نيون نيو، هادو لازم تعودوا عليهم. وان شاء الله نتلاقوا في الحصه القادمه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.